يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أما بعد أيها الإخوة، نجم قصتنا لهذا اليوم كان مثل صدق في علو الهمة وصدق النية وقوة الإرادة. كان رقيق البشرة، حسن الشعر، جميل الوجه، ولد لأبوين غنيين ثريين مليئين، فكانا يفرطان في تدليله والإغداق عليه حتى صار مثلا يضرب في النعيم والترف. تحدثك عنه شوارع مكة وطرقاتها، تحدثك عنه مكة بأسرها، شبابها الذين كانوا يغبطونه على عيشه، وبفتياتها اللائي طالما تمنين مثله. كان يلبس أرق الثياب وأنعمه، ويطيب أزكى الطيب وأحسنه. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من فلان. نجم قصتنا لهذا اليوم: سمع صحابينا الجليل أن محمد بن عبد الله يزعم أنه رسول الله، ويجلس مع أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فذهب إليه وجلس معه وسمع منه، فشرح الله صدره للإسلام وأنار الله قلبه فأسلم. كتم هذا الفتى إسلامه خوفا من بطش أمه وعشيرته، ولكن عبير المسك لا بد أن يفوح. فرآه بعض قومه عثمان بن طلحة يصلي، فأخبر أمه فكادت أن تجن: كيف يترك دينها ودين آبائها ليذهب إلى هؤلاء الفقراء المضطهدين؟ ما الذي ينقصه؟ ما الذي تحتاجه؟ ما الذي لا تجده عندي؟ فذهب تبحث عنه في دين محمد. حاولت معه: اطلب ما تريد، سل ما تشاء، أي شيء، لكن اترك دين محمد. رغبته، رهبته، خوفته، لكن قلب الفتى كان قد امتلأ بالإيمان. أقسمت عليه: لئن لم تترك هذا الدين لأقفن تحت حر الشمس، ولا أستظل ولا آكل ولا أشرب حتى تتركه. وكان من أبر الناس بها، وكانت من أحب الناس إليه، ووقفت تحت لهيب الشمس الحارقة حتى غشي عليها عدة مرات ويحملونها للبيت، ولكن الفتى هو الفتى. فلما رأت ثباته أدركت أن سياسة الترغيب والاستعطاف لا تجدي، فقلبت له ظهر المجن، أمرت به فحبس في ركن من أركان دارها، سلبته كل ما أعطت، وحرمته من كل النعيم الذي عليه أغدقته، منعته عن كل ما يحتاجه، جوعته وعذبته أشد أنواع العذاب، حتى تغير لونه وذهب لحمه وأنهك جسده. فلما طال عليها الأمد ويأست منه أطلقته وتركته بعد أن سلبته كل شيء. فخرج الفتى المترف المنعم ليعاني ذل الحياة بعد عزها، وتعب الحياة بعد راحتها. تحول من العز والترف والنعيم الدنيوي والهناء إلى الفقر المدقع والحاجة الشديدة والشقاء، لكنه مضى يجر قدميه فوق الشوق، يعالج طريق الجنة التي حفت بالمكاره. السؤال: من هو هذا الصحابي الجليل الذي تدور حوله هذه القصة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم له إخوان، نور الهدى فيكم، والدين والقرآن. يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمتم للواحد الديان.